رأفت حاج علي صار معنا بالاستديو. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا. هندسه ميكانيك ومصمم، شو زبطت معك الحكايه؟ ودائما الشاب ببلدنا بيدرس مثل ما كان ابوه دارس، او مثل ما بدهم اهله، او مثل ما طلعوا على ما صح. هذا الاصح صح. بس يعني شو هو، شو بيحب، شو بيرغب، شو هي خلاص على كبر بيظبط الامور. اللي بيحبوا الهوايه يعني بعد 10 سنين الواحد دراسه لحد يتجه بالخط اللي هو بيحبه. طيب كيف صارت هي النقله عندك للازياء؟ انا تخرجت بسوريا 2011 اول احداث، الأحداث صارت بسرعة فأجيت على تركيا. أنا من أنا وصغير يعني بحب الرسم وبحب الأزياء، كنت خيط لألعاب بنات جيران، جمعهم وخيط لهم يعني ألعابهم للباربي وهيك. هون لقيت أنه سوق الأزياء شغال كتير بتركيا كتير كبير وكتير عالمي، يعني يعد تركيا سوق عالمي بمجال الأزياء بكافة أشكاله، بالرجالي والبناتي والأطفال والنسائي والجينز والسبور والسهرة وكل شيء. قلت يعني بدي أخسر شهادتي، ويعني صرت دور على شيء بشهادتي ما كنت لاقي يعني شيء مناسب إلي. قلت خلاص خليني فوت بهالمجال. عملت أول شيء دورات بسيطة وفتت بالمجال، الحمد لله يعني أعد من الأرقام الأولى بالمجال. قبل ما توصل الأرقام الأولى، أول ما توصل للمكان اللي أنت فيه، موضوع عالم الأزياء، أكيد مريت بصعوبات لأنه أكيد. أي سوري إجا على بلد جديد، لغة جديدة وشهادته الشيء، وهو بده يبلش من الصفر بمجال جديد. يعني عالم الأزياء عندك يا موهبة، لكن أكيد الحياة العملية أو السوق بتطلب شغلات كتير صعبة. حكيني على هاي المرحلة حتى أي حدا يشوفنا في حال كان عنده موهبة أو شيء بيحبه يتفائل. هو صح أكيد الواحد يعني موهبة بدون مهارة ما بتشتغل، ومهارة بدون موهبة كمان بمش الحال. يعني هي الموهبة لازم تنصقل وتتطور وتصير أكاديمية لحتى الواحد يفوت بالسوق ويفوت يعني يقدر يشتغل بموهبته. اللي ساعدني أني دغري فتت بالسوق، يعني دغري قعدت بشركات سواء أتراك أو سوريين بالمجال تبعي. اكتسبت خبرة السوق. اكتسبت خبرة السوق قبل ما أتعلم. بعدين بلشت أعمل دورات، سجلت بجامعة نشانتجي لتصميم الأزياء، اختصاص هوت كوتور، يعني ما له علاقة بالأطفال. ما له علاقة بالأطفال. بس كله بينفذ على بعضه يعني. بيأثر بشكل أو بآخر. يعني بلشت بالسوق. طيب ليش اتجهت لتصميم الأزياء للأطفال؟ يعني هلأ بنسمع أنه في صعوبة أصلاً بتصميم الأزياء للأطفال، الأذواق، مراعاة الأذواق المختلفة. صح. فليش اخترت هذا الاختصاص؟ وخصوصي أنه الأطفال يعني سوق يعني تركيا مثل ما أنه سوق عالمي، يعني بدك ترضي كذا كذا سوق كذا. وفي مركز كتير كبيرة متخصصة بملابس الأطفال. يعني منافسة قوية كانت. هو منافسة قوية بس أقل من النسائي بالنسبة لإسطنبول. مصممين الأزياء النسائية كتير كتار وفي كتير متميزين، فأنا إذا كنت صغير إذا بدي فوت بهالسوق بضيع أول فترة. صح. فلقيت هيك مجال سهل وسهل ممتنع يعني، وأنا بحب الأطفال يعني من أنا. شو بتراعب موضوع تصميم الأطفال؟ على طول الأطفال كل فترة يعني بيحبوا هاي الشيء الفلاني، بتلبس مثل مثلا مثل الباربي، بتلبس مثل ساندريلا. شخصيات الأطفال شخصيات وهلا شخصيات غير الشخصيات اللي إحنا ربينا عليها يعني. هلا ما عاد حدا أصلا بده باربي، صار في شغلات شو اسمها، قول معي، هي اللي تلبس ازرق. ازرق شو اسمها؟ ليسا. اليسا. اليسا يمكن. ألسا. شكرا لك يا مخرج، شكله بنتك بتحب ألسا. فيعني صار في شغلات جديده يعني، هل بتواكب هاي القصص؟ لانه على طول الطفل بيحب الشغله المرسومه، الرسوم المتحركه اللي بيحبها، ولا لا انت بتاخذ الشيء التقليدي؟ هلا ما تصفى شيء تقليدي صراحه، خصوصي بمجال الاطفال. يعني البنت القديمه كانت يكفيها فستانين طول السنه وخلاص، هي هذا كل شيء عندها. هلا البنات الصغار من 4 سنين ل 14 سنه خلينا نقول، صارت تتطلع على الموضه وتشوف هي شو لابسه على السوشيال ميديا وشو لابسين طبعا تيك توك، وهون لازم يكون بنطلوني هيك وهون هيك. فشي تقليدي ما عاد صفى شيء تقليدي.
صفه البنت، البنت الصغيره اكيد لازم يكون عندها خزانتها الخاصه فيها، كولكشن كامل عندها، سبور، سهره، بيجامات، جلسات، سبورات. والامهات بتحب، يعني عم نشوف اليوم في على التيك توك مثلا بنشوف تنسيقات بنتي للعيد، يعني نفس الجاكيت انا لبسه مثلا بالعيد، في بنت صغيره عم تلبس نفسه، صار هلا في كمان شيء يعني ميكس بين الام وبنتها بلبسوا نفس الشيء، وهي شغله حلوه انا برايي. صح، هي الام ما بتصدق غير تجيها بنوته صغيره لحتى تلبسها مثلها، تعملها نسخه عنها. ايوه. والرجل كمان بتسال الاطفال انه شو بتحبوا، شو كذا، شو يعني بتاخذ منهم افكار؟ اكيد طبعا. طبعا اكيد. يعني بشوف انا عندي اصدقائي عندهم اطفال واخواتي عندهم اطفال، ف يعني قبل ما بلش موسمي بشوف شو جاي على بالكم تلبسوا، شو بدكم تلبسوا، شو اللون اللي حابين تلبسوه هالسنه. اول طفل لبس من عندك مين؟ اول طفل بنت اختي. بنت اختي هلا صار عندها طفل. ما شاء الله ما شاء الله. قد ايش صار لك بهذا المجال اذا؟ 10 سنين. 10 سنين بشتغل معك بالشركه اليوم. يعني انت اسست الشركه الخاصه؟ صار لي 3 سنين بشركتي الخاصه. مين بيشتغل معك؟ مجموعه اصدقاء. هي ما انا شركه عائليه يعني؟ لا لا لا، مو ناس مختصين يعني بكل واحد بمجاله، فجمعته حالكم. اكيد بده ينجح بده يجيب ناس بروفيشنال يشتغلوا معه. طب خلينا نحكي شوي عن مشاركاتك بالمعارض. شاركت بمعارض بتركيا وايضا بمصر، مثل ما صح سمعت. مزبوط. معرض تركيا للام والطفل كل سنه عندنا معرضين، معرض شتوي ومعرض صيفي. المعرض الصيفي والشتوي بيستقبلوا الزباين من كافه الدول العربيه واحيانا من اوروبا كمان، فهو سوق يعني جمله، سوق جمله خلينا نقول، يعني بيجوا الزباين بيشتروا وبيمشوا. فكل سنه عندنا هذا المعرض، طبعا هذا المعرض بنحضر له نحن 6 شهور. يعني بس جدا مهم، لانه انت فيك تاخذ زباين ياخذوا منك قطع مثل ما ذكرت بجمله، مش قطعه وقطعه طبعا. فاتوقع يعني هو صحيح تشتغله 6 شهور بس يستحق هذا الشغل. طبعا طبعا. انت انت معتمد على المعارض بتصريف اغلبيه اعتمادنا على المعارض. حلو، لانه شوي بحس يعني مثلا اي ام بدها تشتري لطفلتها مثلا بتروح على محلات بالمولات بالكذا، فانت كيف الزباين بتقصدك؟ هي بتجي لعنا الزباين يعني على يعني في عندكم مكان للعرض قصدي ولا بيجوا على الشركة؟ بيجوا على الشركة وفي مكان للعرض، وفي المعرض هو كمان مثل ما قلت لك يعني 90% من الزباين نحن بنجيبهم من المعرض اللي بنعمله هون. وبالإضافة في مكاتب جملة بسوق لالالي وبسوق عثمان بي في من غزية يعني. خلينا نحكي هلا على الرجال بقى، الأزياء الرجالية. كين كيف هيك فكرت تدخل بهذا المجال؟ والله انا تقريبا من سنتين ما عاد حبيت شيء بالسوق يعني صراحه، وخصوصي هلا كمان بعد المقاطعات اللي عم نعملها، ففي كثير شركات ما عاد نحسن نلبس من عندها، فصرت يعني ساوي لبسي الخاص فيني مثل الطقم اللي لابسه. صرت اعمل لبس الخاص فيني، فيعني فكره جريت فكره، فهلا ان شاء الله يعني عم ساوي لاين كامل للشباب باسعار كثير حلوه ويعني كواليتي جيده اوروبيه وباسعار منافسه يعني تكون ان شاء الله. حلو. يعني في مجال معين بالملابس الرجالي حتخصص فيه؟ كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. سبورات سبورات سبور شيك. تشتغل منيح على السوشيال ميديا يعني ايضا يمكن كثير مهم اليوم، شو انا مقابلنا انه احنا لازم نسوق على السوشيال ميديا. في زبائن كثير بتجي على السوشيال ميديا، صحيح المعارض ممكن يعني تجيب نسبه كبيره يمكن من تجار الجمله، لكن حلاوه القطع انه انت تشوفها على السوشيال ميديا، ممكن تجيك طلبات اوردرات بتعملها. اكيد طبعا طبعا. يعني بنغذي نحن السوشيال ميديا، بس المشكله هو شغلنا بيكون سرية تامة، ما فينا نفضح الشيء اللي شاغلينه هلا، مثل ما قلت لك شغل تعب 6 شهور نفضحه بستوري او بوست او هيك. فبعض المعارض بعد الموسم ممكن ننزل نخبيها اكيد. طيب. بعد الموسم بننزل بقى على السوشيال ميديا. يلا ناطرين اللاين الرجالي. كل التوفيق لإلك رأفت حاج علي، شكرا لإلك، شرفت. اهلا وسهلا. شكرا. خلونا نشوف احوال الطقس بسوريا كيف اليوم.